بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Analogue to digital converter. Analogue to digital conversion. Okay. في real world الداتا عادة بتكون analogue، يعني الفينومينز اللي احنا بنتعامل معاها في الحياة العادية، مثلا درجات الحرارة temperature، هاي temperature عبارة عن analog value، في اي لحظة من الزمن في لها value. The pressure, humidity, altitude, distance, speed، كل هاي الشغلات عبارة عن analog signals. حتى اعمل interaction انا مع هاي signals وادخلهم على ديجيتال سيستم لابد من تحويلهم. I have to transform them to digital equivalents. Okay. أول شغلة، how do I measure these values؟ مثلا كيف أنا بقيس درجة الحرارة في الجو؟ في عندي sensors لهاي الغايات، sensor بقيس درجة الحرارة، في عندي sensor بقيس الدايركشن، في عندي sensor بقيس الهيوميديتي، في عندي sensor بقيس اللايت. فالsensors are used to detect الانتنسيتي تبعت مثلا التمبريتشر، ويحول هاي convert the physical world entity اللي هي التمبريتشر مثلا او البريشر into a corresponding electrical signal. شي هي هاي السيجنال؟ عبارة عن فولتج. إذن السنسرز برجع لي إيش؟ برجع لي فولتج. السنس ديتا اللي بعملها سنسنج على الأوتبوت تبعه بتكون عبارة عن فولتج. The strength of the physical parameter measured اللي هو مثلا شدة درجة الحرارة is reflected in the level of voltage returned. كل ما زادت مثلا درجة الحرارة تنعكس على قيمة الفولتج اللي بيطلع على الاوتبوت تبع السنسر. الآن صار في عندي analog voltage يعكس قيمة مثلا درجة الحرارة أو the pressure أو الدايركشن أو الدبث وهكذا. لازم أحول هاي الفاليو into digital حتى أقدر أتعامل معها، وهذا بيتم من خلال ما يسمى analog to digital converters. analog to digital converters واللي موجود منها واحد عندي في البيك مايكرو كنترولر اللي أنا بحكي عنه. أوكي. هاي عندي analog to digital converter. analog to digital converter. وفي عندي sensor. هذا السنسر هون وظيفته انه يعمل sensing لدرجة الحرارة. له اسم thermistor، او في ناس بتسميه thermostat. thermistor او thermostat. A thermistor او thermostat it senses the temperature حواليه وبتحوله على الاوتبوت تبعه لفولتج. الفولتج بيجي هون، بدخل هون. حقيقة الثيرموستار عبارة عن مقاومة متغيرة، بتزيد مقاومة الثيرموستر وبتنقص بزيادة او نقصان درجة الحرارة في السراوندينجز تبعه حوالي. الاوتبوت تبعه عبارة عن فولتج، هذا الفولتج يتراوح ما بين 0 فولت اوكي وما بين 5 فولت. فراح يجي عندي هون analog signal من 0 فولت ل 5 فولت. هذا الفولتج اللي هون بدي احوله على الاوتبوت لهون لايش؟ ل digital value من خلال الانالوج تو ديجيتال كونفرتر. الان الانالوج تو ديجيتال كونفرترز لهم سايزز، يعني في عندي مثلا analog to digital converter بيحول الانبوت ل 8 بت على الاوتبوت. مثلا هنا
الزيرو فولت على الانبوت بيطلعها 8 زيروز على الاوتبوت. فبقول انه ريزوليوشن تبع هذا ال A to D converter it's an 8 bit A to D converter. فالزيرو فولت راح تطلع 8 زيروز. ال 5 فولت اللي ممكن تصل لهون اللي هي هاي التوب ليميت اللي ممكن تدخل لهون صح؟ التوب ليميت ممكن تدخل لهون اللي هي هذا هي. اوكي؟ شو بده يطلعها الانالوج تو ديجيتال كونفرتر؟ راح يطلعها از ديجيتال 8 وانس. الان من هون لهون في عندي كم قراءة؟ ومن هون لهون في عندي كم قراءة؟ في عندي 255 قراءة هون على الاوتبوت. وفي عندي من 0 ل 5 هون. اوكي. الان اي تغيير هون على الاوتبوت مثلا البيت متى بتغير الاوتبوت ل هاي؟ بتغير الاوتبوت لهاي لما يوصل الفولتج على الانبوت 19.6 ملي فولت. من وين جبت هاي انا؟ ال 5 فولت بتطلع لي 255. طيب ال 1 هون شو بدها تطلع لي هون؟ اوكي اللي هي 1 ضرب 5 على 255 اللي هي 5 على 255 اللي هي 1 على 51 اللي هي 19.6 ملي فولت للبت. كل بت تغيير هون متى بيتم التغيير؟ عند 19.6 ملي فولت. يعني كل القراءات ما بين الزيرو وال 19.6 كلها لعند ال 19.6 لقبل ال 19.6 كلها الاوتبوت تبعها بيكون هذا 8 زيروز. الان لما يصبح القراءة على الانبوت 19.6 ملي فولت اكزاكت بصير القراءة تبعته ايش؟ هذا هي. الان البت اللي وراها متى بتيجي وبتحصل؟ بتحصل لما يصل القراءة هون على الانبوت 39.2 ملي فولت. عرفت من وين جبت هاي؟ هذا بسميه الريزوليوشن تبع الـ A to D converter تبع الـ A to D converter. وبإمكانك تتابع وتشوف. الآن لو أنا غيرت السايز تبع الـ A to D converter بديش يطلع لي 8 بيتس، خليه يطلع لي 10 بيتس. يعني 0 فولت شو بدها تطلع؟ 10 بيتس هذول. alright اوكي. الآن آخر بت أو آخر قراءة هون الـ 5 فولت شو راح تطلع؟ راح تطلع 10 ones. طب عدد القراءات هون 1023 اللي من 0 إلى 1023 عندي 1023 قراءة هون 5 فولت. إذا لاحظ الريزوليوشن 5 على 1023 اللي هو 4.9 ملي فولت. البت الأولانية اللي هي هاي يعني حتى تصير القراءة هاي على الأوتبوت لازم أصل لعند 4.9 ميلي فولت. طب مين أحلى، هذا ولا الأولاني؟ طبعا هذا أحلى لأنه شوف المسافة هون قصيرة مقارنة باللي شفناه على 8 بت A to D converter. هذا الريزوليوشن فيه أعلى ولذلك بيكون أفضل. هي علي دور لي قلم ما كتب فيه اخوك من ضيمة دهر ضاج صدره الشعر ما هو عيب الا اللي صدق بيه العيب تطلب من عمل عين نظرة طيب لو كان في عندي أنا temperature sensor بيعطيني القراءات هاي عند درجة حرارة 0 بيعطيني على الأوتبوت تبعه 0.6 فولت، عند درجة حرارة 18 بيعطيني 1.4 فولت،
عند درجة حرارة 25 بيعطيني 2.4 فولتس، عند درجة حرارة 30 بيعطيني 3.6 فولتس. الآن هذا السنسر بدي أدخله على analog to digital converter اللي احنا شرحنا عنه، اللي هو 8 bit resolution او 8 bit conversion، بيعطيني 8 bit. قلنا انه resolution لل 8 bit A to D converter شو هو؟ 19.6 ملي فولت. فكيف انا بدي اجد الديجيتال فاليو اللي طالع من ال A to D converter؟ شو بيجب اسوي؟ باخذ الفولتج هذا وبقسمه على 19.6 ملي فولت. احنا شفنا كيف نجد 19.6 ملي فولت، اللي هي بمعنى انك بتضربه في الرقم 51.6 divided by هذا، شو يساوي؟ طلع معي رقم، وهذا نفس الرقم اللي هي 0.6 ضرب 51. alright. طيب وهون نفس الشيء، باخذ الفولتج وبقسمه على 19.6 ملي فولت او بضربه بالرقم 51 resolution factor، ونفس الشيء لكل الفاليوز اللي معي الانالوج فاليوز، فبيطلع معي الارقام هاي. هاي هي الارقام اللي باخذها، باخذها rounded 30.6، شو بتصير؟ 31. فالديجيتال فاليو اللي راح تطلع من ال A to D converter اللي هي 31، هاي 31 اللي هي عبارة عن 16 + 15، هاي 31. هاي 71.4، بعملها راوندينج بصير 71، ليش 71؟ لأنه الفور أقل من 5. alright 71 هذا هي اللي هي عبارة عن 64، هذا هي 64 زائد 8 زائد 1 وهكذا. إذا شوف شو اللي صار معي، هاي الانالوج تو ديجيتال كونفرتر والريزوليوشن فاكتور تبعه 51 اللي هو 19.6 ملي فولت اللي هو 8 بت بيعطيني. هاي الريدنجز الانالوج اللي شفناها، الانالوج ريدنجز تبعته اللي داخله على الانبوت تبعه، وهاي الاوتبوتس تبعات الانالوج تو ديجيتال كونفرتر هون، وهاي الباينري فاليوز لكل واحد من هاي القراءات، وهي التمبريتشر سراوندينجز المحيط بالثيرموستر اللي بيعطيني القراءات هاي. فحتى لو انا ما عنديش داتا شيت، وبالعاده بيكون في عندي داتا شيت، داتا شيت تربط ما بين درجه الحراره وما بين الاوتبوت فولتج، يعني بيكون في عليه اما معادله او بيكون في جراف، أو بيكون في جراف يعطيني درجة الحرارة والأوتبوت تبع الانالوج تو ديجيتال والأوتبوت تبع السنسر والأوتبوت تبع السنسر. فحتى لو ما كانش فيه، بحط أنا السنسر في ظروف وبحطه في درجة حرارة صفر بيعطيني كذا، بحطه في درجات الحرارة اللي أنا بدي إياها وconcerned إني أتعامل معها في السيستم اللي أنا بدي أبني. Allah